يعطيني طاقة، عايشين حياتنا ما بين الأخوة والصداقة، بس كثر القلق والهم خر الشباب البوم بوم بوم بوم. شباب البوم يا ضحكة والبسمة دايما مرسومة على هالشفاه، نرمي كل حاجة تضرنا ورا ظهورنا وما ننساه. شباب البوم دايما للطاقة هم عنوان للخير والوطن والفخر والعزة هم فرسان. احنا شباب البوم. السلام عليكم. عليكم السلام. أبطل غدا وأنا موعد العيال بالاستراحة. بدري عندي الشغالة. يا ميري. ميري. نعم ماما. وين الغدا؟ أنا قايلت لك إنك تجهزينا الساعة 2:00. الحين 2:15. بس 5 دقائق خلص. والله دلعتوها، المفروض تلتزم بالوقت وتنضبط. وانت وش مالك عمرك مساجل؟ وش عندك؟ لا بس عندي موعد مع اخوياي ومعطيهم كلمة، وتعرف انا كلمتي سيف. كلمتي سيف؟ اللي يسمعك يقول وعد الوكالة وزارة. كيف تعوشك ان شاء الله يديم النعمة؟ اي والله انك صادق. الله يديم النعمة. ما تسمع الجرس؟ والله ما تقوم تفتح الباب. والله ما ميري تروح تفتح الباب. تبيها تغسل لك وتطبخ لك وتفتح الباب؟ انت مالك رجلين؟ كيف افتح الباب انت؟ كم؟ سم سم ابشر. هلا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اقول وين امك؟ في المدرسة. يعني وين بتكون؟ داخل بالبيت. اقول لها تكثر كلام معي. يلا روح نادها وقول لها جارتكم سلطان تبيك. يلا. سلامات. ليش تنفخين؟ ولا علشان معس فزعه؟ اي انا فزعه البودي جارد. راح نادى امك لا حطك براسي. يلا نادى امك. يلا راح نادها. يلا اقعد يا القدحه. تو ازاي من حجاب؟ والله قويه. عاد حداك يا بنك. دقيقه. مستعجلة مرة، باقي ساعات وطيارة الباريس تقلع، فقلت أجيب شغالتي عندك. يا حليلها طيبة وحنونة، قلت مالي غير جارتي وصديقتي أم عامر، هي اللي تقدر تشيل الموضوع عني. يعني خبرك، تذاكر وفيز وكل هذه خسائر أنا ما أقدر عليها. الصراحة ما أدري وش أقول لك، فاجأتيني. شوفي لها 10 سنين عندي، ما شاء الله تبارك الرحمن. شوفي وش حليلها، لها فم ياكل ما لها فم يتكلم، تحطينها على الجرح يبرى، اكرفيها مثل ما تبين. ها وش تبين اجيب لك من باريس بسرعه؟ ما ادري لو في جلابيات. جلابيات؟ شفتي جلابيات؟ ايش الله استغربت. يا حبيبتي هذه باريس. مالك مالك، خلي الهديه عندي، هديه وتستاهلك. استاذنك الحين لاني مره مستعجله. انا وصيك على ماما، ماما مره كويسه. مع السلامة. وبتجلس عندنا كم يوم لين ترجع أم سلطان من باريس. الله صرنا أغنياء. خدامتين يا حليلها ويا حلى ذهبها، شكلها كيوت. أنت خيوت. أنت فلة. الحين أم سلطان رايحة لباريس وكاش ومسوية زحمة، ما تقدر تشتري تذكرة شغالتها وتاخذها معها. عجيب والله، انت وش دخلك؟ هذه ضيفتنا عندنا لما تجي معزبتها، وبعدين شيء بلاش ربح بين. ليش كده؟ انا تاكل 5 دقيقة؟ انت جيب كلام جديد؟ يا هليلش، اذا شغلش كويس ما في خوف. أنا شكل أحسن من أنت، شيبة كبير. أنا شيبة كبير؟ يا كتكوتة يا دلوعة. جوي الهوش المطعمة، تصدقون جوهم أحسن من شكوش وكفتة. خلاص خلاص ميري، ذي شغالة جارتنا أم سلطان، هي سافرت باريس وبتخليها عندنا كم يوم.
بعدين حنا ما نستغني عنك ولا عن طبخك اللي أدمني عليه. شكرا ماما. عفوا ماما. يلا خذيها وديها فوق. أنا أروح مع هالأشكال؟ إيه روحي مع ذي الأشكال. إيش ذا النشبة؟ يلا يلا خذيها. يلا تعال. كل فيلم المطعم هذا الغرفة أنا. وش هالغرفة هالصغيرة؟ أنا وين أنام؟ جيب فراس ونوم على الأرض. أنا نوم في الأرض؟ أنا نوم في السرير. أنت نوم في الأرض؟ لا 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 أنت نوم على الأرض. لا لا أنت نوم على الأرض. لا أنت نوم على الأرض. أقول لك أنت نوم على الأرض. لا أنت. أنت. لا أنت. 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 هنا. أنت. هنا. أنت. هنا. ما يبغى نوم على الأرض. لا يبغى شيء سرير أنا. ما في مشكلة ماري. ذي ضيفة عندنا. تجلس يومين ولا ثلاثة وبتمشي. أعطيها سريرك. لا. هذا سرير حق أنا. ما يبغى هذي كلام الثاني. هي نوم أرض ولا أعجبت هو. أنت ما تشوفين؟ ما تشوفين؟ كيف أنوم على الأرض؟ يجيب لي السرير ولا رجع بيتنا أنوم على سريري؟ وشلون تروحين بيتكم وعزبتك سافرت؟ وأنا ابتلشت فيكي؟ دقي على الهينة، الهين تدقين عليها. وش ذا البلشة؟ تقول رجعوني البيت؟ شو أسوي لها الحين؟ يا قو وجهها، تحمد ربها نظفينها. عامر، أبعطيك قروش، روح هالحين لأقرب محل أثاث واشتغلها سرير وجيبها بسرعة. سلامات يبا، لي سنتين أقول لكم سريري منكسر ومايل تقولوا لي بعدين بعدين، والحين يوم جد ذي على طول تقول له سرير جديد. تراها شغالة جارتنا أم سلطان ومخليتها أمانة عندنا، والحين مسوية مشكلة تقول أبي أرجع بيت الكفيلة. حنا وش دخلنا؟ سلاماتها ترجع. عامر أنا وش قلت؟ سم يبا يجرونا أطلق سرير. سرير جديد؟ إيه سرير جديد كبير مو سمسم سرير أنت. ما قلش ما في مشكلة. وش هالمطبخ؟ ما في حلويات كاكاو شيبسات؟ ما في حلاوة كاكاو وشيبسات هنا. روحي بخالة. ماري وين ايس كريم حقي؟ هذا خدع ماما جنون. ممكن هي شيء وخذت الايس كريم حقي المشفوحه. واذا اخذته عليها بالعافيه. لا تنسين انها ضيفتك عندنا. انا اقول كل يوم راسي يوجعني حلقي يوجعني ما ادري وش يوجعني. اسمعي عاد من اليوم ورايح الايس كريم ما يدخل بيتك. عجيب. انت ايش هذا خدامه انت؟ لا أنا شغل ميك اب ارتست وهذا خدامة أنا. أنا في شغل الكهرباء. سوي جولة؟ ندخل جولة وجهفلة من جولتين. جهفلة كرت أبي. جل. Ah!
يا الله صباح خير. سامي يا ابو عامر وش فيك؟ وين ميري؟ لا جهزت حضوري ولا في بعد. غريبة، العادة من الساعة 6 الصبح وهي صاحية، والحين الساعة 10 وتوها ما نزلت؟ ما علينا، روح إلى المطبخ جهزي فطوري، خلي أخذ علاج السكر. أبشر أبشر أبشر. صباح الخير ماما. صباح النور. وين ميري؟ ميري نايمة، جالسة على جوال لين فجر. أقول لها نومي نومي، ما يسمع كلام. الله يهديها. يصير خير. أوف 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 أوف، وش ذا؟ هذا فطور فنادق. ذيرونا يا حليلها، خدتها مسنعة. صحت قبل هالخبلة ميري وجهزت ذا الفطور. ها إلى حين ما صحت ميري؟ توها صحت، لكن عطيتها كلام علشان ما تسهر مرة ثانية. غريبة، مو من عوايدها ميري. سمو سمو، أهم شيء الفطور زين. أتحداك الفطور البطل. أعطيني إياه البلايستيشن. صحيح أنتي، ذي اللعبة صعبة. شجاعوا، أنا أعرف ألعبها، صرت أفوز. أعطيني بس أشوف، أعطيني. الله وريني. يا ميري ميري ميري. أيوة. سلامات، لي ساعة ناديس ما تسمعين؟ أنا في مطبس وين مرقوق قدا. أم عاد مرقوق، أجل أبد، فليها وخذي راحتك. هذا غسيل وكوي، أبيها بكرة. أوكي. كفو. على والله أخلط أخلطهم. شي كفو يا رونا، لي أسبوع ألعب ضد الفريق ولا فزت عليه، والأخير أنت تجين تفوزين عليه. إلا تخدمتنا بدل ميري والله. بس والله ميري عليها طبخ المخ. بس 10 دقيقة ماما. سمو سمو. وش ذا؟ مهبولة انت، شو مسوية؟ ايش في؟ اوف اوف اوف، لا حد ياكل، الاكل مليان ملح. انت وش مسوية؟ ما اسوي شاي. انقلعي انقلعي. الشغالة هذه بدها تمشي على ورا، كل ابطال تمسالبة. تبي تسفير؟ احس انها تتعمد، الحركات دي واضحة ومعروفة. رونا اطلق منها، ورونا تلعب سوني. هم عاد تلعب سوني. ما ادري وش جاها، دايم تتعذر برونا والمشكلة في رونا. ورونا ما لها دخل، والمشكلة في ميري، شكلها تبغانا نسفرها. الله تنعس الساعة، تغسلين تطبخين تنظفين، وش هالشغل ذا؟
ويقول انا ما في كويس. انت سبب اعطيتهم وجه. كم يعطون نسرته؟ 1500 ريال بس. 1500 انا رد ب 2000 واسوي نص سخلش. 2000 ريال؟ اي 2000. ما اطبخ ولا غسيل بس انظف، وفي ليل ادخل على تيك توك اطلع فلوس اكثر. كيف ادخل تيك توك؟ كفته ضحكنا معاك؟ كفته اي شيء سامج يضحك منه. مره شفت كفته يتابع فيلم رعب مره يخوف وهو ميت الضحك، وانا نفس الفيلم ذا شفته يا ابوك يومين ما نمت. انا جالسه اشوف تنتين بالتيك توك يقول له دعامر، والله ضحكوني مره. تستهبل، هم عادي قلدوني. ما انت مصدق انت وهو؟ هيا هيا تعالوا هيا. هل سامع الكفو تسوى ملايين؟ ورني. ولا السلايب ما منهم رجال، واللي مخاوش ارواهم مسكين. اوف اوف اوف، اوريه سميري ماخذ ثيابي. يعني ايش معامل خرج كذا؟ يمكن هذا اللي تفت اسمها ميري اخته وزعل عشان اخذت ثيابه. نسف على شحم تكفى. ما عليك زور. ملايين ولا السلايب ما منهم رجع، واللي مخاوى شرواهم مسكين. انا اشهد انهم عاشوا في شقا. هل سمع الكفو نسوى ملايين ولا السلايب ما منهم رجع، ولا السلايب. عجيب والله، اعلموا ذا الجيل. يو ما اقول لك على باريس وجمال باريس وحلاوه باريس، والله اشتهيت تكوني معي هناك. قولي لابو عامر يوديك هناك. وين وين يا ام سلطان؟ ابو عامر لو ودانا الشرقيه يجلس سنه يذكرنا فيها. ما عليه ما عليه. يو نسيت هديتك في البيت. معلش سامحيني، المرة الجاية أجيبها لك لما أجيك، زين؟ أقول لمعامر وشلون رونا معك؟ عسى ما تعبتك بس. تبين الصدق؟ الثنتين جننوني. شغالتي ما عاد بيها تجلس عندي ولا دقيقة، واحتمال أسفرها. رونا؟ وش مسوية يا مسودة الوجه؟ أنا ما أسوي شاي، أنا مسكينة. سكين! خلنا نوصل البيت ويصير خير. أقول معامر، يعني أنت أختي وصديقتي وأنا ما أرضى لك التعب والهم. وش رأيك لو كانت شغالتك متعبتك أخذها معي، يعني أنقلها على كفالتي ومشيها على عجيم ما تلخبطها. أصلاً كذا كذا أنا محتاجة شغالة ثانية، أنت شايفة بيتي كبير مرة. خلاص أكلم أبو عامر. هاي أجرهت باريس، جو باريس حلو، وأنت جالسة في البيت يا الكذابة. كذابة بعينك. نسيتي؟ نسيتي يوم أنا وإنتي مخططين وطابخين سوا؟ مرة حلو، حبيت. علميني طريقتك، حبيتها. ده طبخ ميري. ميري شغالة؟ هي شغالة. ما شاء الله تعرف كل شيء، قرصان، مرقوق، الرز البرياني والكبسة، كل شيء كل شيء تعرف. الحمد لله الله وفقني فيها. وتعطينا نفس الراتب؟ هي نفس الراتب. ما شاء الله تبارك الرحمن، الله يهنيك. والحين مين قدي؟ عندي شغالتين، شغالتي الغالية حبيبة قلبي اللي تفهم علي وهي طايرة، طبخت الأمر ملكة زماني. يلا روح أشوف الحين الطبخ وش صار عليه. يا ميري يا المدرودة، خلص الأكل ولا لسه؟ 10 دقيقة أكل خلاص.